أنا مش عارفة أشكرك إزاي على اللي أنت عملته معايا. كنت مترددة أقول الكلام اللي أنا هقوله ده لحد قبل ما أدخل على طول، ويمكن الحظ خدمني إن أنا لقيتك نايم، زي ما خدمني إن أنا عرفت بني آدم نظيف زيك. أنا مش عارفة اللي أنا حاسة ناحيتك ده إيه، إعجاب، حب، مش عارفة، بس اللي أنا متأكدة منه إن أنا ما بقتش أقدر يعدي عليا يوم من غير ما أشوفك أو أسمع صوتك. الحمد لله إن أنت نايم، عشان أنا ما كنتش أقدر أقول نص الكلام اللي أنا قلته ده لو أنت صاحي. تصبح على خير. فين ما تدخليش اي حد. مش عارف اشكرك ولا اقول لك ايه. اشكرك عشان بهروبك خليتني انا الامير، أقول لك قوم ساعدني من المشكلة اللي أنت حطيتني فيها. مش أنت قلت لي إن الأولوية طاعة ولي الأمر؟ إيديك هتدوق من نفس الكيس.